كلهم قاتلين رصاص وشظايا، لازم المشفى نظامي. عم اقول لك ما في مشفى، بدك تدبر حالك. هاد ما بقدر اعالجه هون، هاد بده مكان معقم وعدي نظاميه. بدك تدبر حالك دكتور. ما بيمشي الحال، فهم حالته خطيره الزلمه وما معه وقت، عم يموت. والبقيه؟ البقيه يعني في شي نافذ وفي شي على الله، بس هاد لازم نقل اجباري. طيب هلا شوف شغلك. ماشي، خلينا نحكي كلمتين عجنة. شريف اسمع، قبل ما بلش شغل، فاتورة هالمرة غير فاتورة كل مرة. هاي المرة مو بعت أدوية وكياس دم، جيتي لهون لحالة فيها مخاطرة. لا تشيل هم المصاري، هلأ دبر لي الشباب. واللي لازم نقل تاخده لعندك على العيادة. لك شو عم تحكي أنت؟ أنت بتعرف قديش فيها مخاطرة نقله لعندي على العيادة وعلاجه، وفوق كل هذا تأمين مكان ليتم فيه ويتحسن. أنت اشتغل وما عليك، كل شي بحسابه، اللي رح تطلبه رح تاخده. ماشي، اتكلنا على الله. شريف جيبوا لي الشاب لهون. ياب اهلين رافع، تفضل. كيفك ربا؟ الحمد لله. طمنيني كيفه جلال، ان شاء الله تحسن. على حاله. تغدى ولا لسه؟ عم اعمل له شوربه، ما عم يتقبل الاكل ابدا. طيب جهزي الشوربه انت لبينما انا طالعه من جوا. شو في ببالك؟ خلص انت جهزيها وهلا بتشوفي. يلا